حنروح لنضوي على موضوع جدا مهم وصرنا نشوفه ترند، والأهالي صاروا يروحوا لهي المهارة وهي مهارة الحساب الذهني. اليوم صرنا نشوف الطفل حتى هو بدوامه وبمدرسته عم يروح لكورسات الحساب الذهني، لأنه إلى فوائد جدا إيجابية، إن كان على تفكير الطفل، إن كان على زيادة مهاراته، زيادة تفكيره. اليوم بيساعده أنه يفكر خارج الصندوق، وبيكون يعني مستوى الدراسي إذا منقارن بين طفل بمارس الحساب الذهني وطفل ما بيروح لهي المهارة، بنشوف أنه الطفل اللي عنده مهارات حساب ذهني هو كمستوى أفضل من الطالب الثاني. حنروح لنضوي على هي الفقرة، نعرف شو فوائدها إيجابياتها. واليوم نحن عندنا فريق عم ينشأ اليوم لينافس محليا ودوليا، وضيفتنا لليوم هي الأستاذة سهى حسين شلاش، وهي مدربة معتمدة في مؤسسة علمني. صباح الخير سهى. صباحك، هلا بونجور، كيفك؟ تمام، نشكرك. شو أخبارك؟ الحمد لله، كيفك بدي انت؟ صبح عليك يا ورد، صباح الخير. وأيضا إبراهيم جبارة، الأطفال الحلوين اليوم أنتوا بالرياضيات أكيد أشطر مننا كلياتنا. أكيد. أهلا وسهلا. خلينا سهى اليوم هيك بداية نعطي ولو لمحة تعريفية وسريعة عن الحساب الذهني. الحساب الذهني هو إجراء للعمليات الحسابية من جمع وطرح ضرب وقسمة من خلال القدرات الذهنية. ما في داعي نستخدم ورقة وقلم، أو ما في داعي نستخدم الآلة الحاسبة. نحن بنكون عم نفعل شقي الدماغ، الشق الأيسر المسؤول عن الأرقام، والشق الأيمن المسؤول عن الإبداع. هيك بنكون عم نفعل الشقين ونربطهم ببعضهم لحتى نزيد نسبة الذكاء عند الطفل. طيب، والتركيز. اليوم كونه نحن ما عم نستخدم لا آلة حاسبة ولا قلم ولا أوراق، اليوم عم نستخدم أدوات وهي موجودة أمامنا على الطاولة. تمام. المعداد أو الأباكوس مثل ما يعني بصير التعليم الأساسي على هذا المعداد. تماما. بداية بيكون التعليم بشكل ملموس على المعداد اللي هو أباكوس أو السوربان بشكل ملموس، بعدين ننتقل للمرحلة الثانية اللي بيكون غير ملموس، يعني بيصير يتخيل الطفل المعداد ويطبق العملية الحسابية ويعطينا نتائج سريعة وصحيحة بنفس الوقت. طيب اليوم قبل ما نروح لنحكي عن فوائد الحساب الذهني للطفل، ورد قدي عمره؟ ورد قدي عمرك ماما؟ خلينا نحكي على المايك سهى، يعني بس جوابه. قد ايه عمرك؟ 8 سنوات. قديش له اليوم بالحساب الذهني ورد؟ صار له شي سنتين تقريبا. سنتين. اليوم باي مستوى؟ وصل للمستوى الثاني هلا. هو ما كثير سريع ما كثير نحن سريعين بالحساب الذهني بورد ذاتا، لانه هو كثير في عنده نشاطات كرسم وموسيقى وحساب ذهني، بس هو وصل للليفل الثاني. طيب فينا ناخذ هيك اليوم شيء من ورد نطبق حساب ذهني، بعدين ننتقل لابراهيم ونصبح عليه كمان، نعمل هيك منتل وخيال وقصص. اوكي تمام، جاهز؟ يلا تهيأ، حط له المايك. اوكي تهيأ. اعداد افتراضي، ابدا. 11 11 ناقص 22 55 11. جوابنا. برافو، رائع. 66. برافو عليك يا ورد، حسبتوها بالكنترول، عم تحسبوا مع ورد. نرجع ناخذ شيء ثاني. سؤال ثاني. يا 2 2 ناقص 4 5 1 ناقص 6 3 1. جواب 4. شفتوا؟ أنا شطورة. طيب اليوم رح نرجع شوي لعند إبراهيم، ولكن خلينا سهى أنا وياك شوي نحكي اليوم عن الفوائد الإيجابية للحساب الذهني. ونحن اليوم عم نشتغل على تشغيل جزئي الدماغ كامل، يعني تماما. نحكي أكثر من خلال تجربتك. تماما. نحن كلياتنا بنطمح ليكونوا طلابنا واولادنا باعلى مستوى من العلم، لهيك فوائد الحساب الذهني كثيره، مثل الثقه بالنفس، التركيز، سرعه البديهه. الثقه بالنفس، كل هدول بيصبوا لحتى يكون في ارتقاء بالتحصيل العلمي والارتقاء بالحياه العمليه. بنشوف الطالب يلي بيخضع للحساب الذهني هو ناجح بحياته العملية كافة، مو بس بالحساب الذهني. بتحسي الطفل شخصيته بتتميز عن الطفل اللي ما عنده تجربة أو مهارة بالحساب الذهني حتى بالمستوى العلمي، شو رأيك سهى؟ هلق أنا بحس في تطور زيادة بيكون عند الشخص يلي بيكون عم يخضع للحساب الذهني بصراحة. طيب روح لإبراهيم شوي. شو رأيك يا إبراهيم؟ نعطي ورد، تعطي المايك لإبراهيم وخلينا كوتش سهى هي اللي نفذ معه شوية تمارين. يلا جاهز إبراهيم؟ تهيأ. أعداد افتراضي، ابدأ. 25 ناقص 19 60. تمام. ناقص 55. جوابنا 11. برافو. تمرين جديد، شو رأيك؟ يلا 33 22
11 ناقص 55 11 22. برافو برافو يا ابراهيم، شطور. شو يا شباب لازم نعمل كورس حساب ذهني كلياتنا. طيب اليوم سو هدول الاطفال اليوم لحتى يطلعوا بهي الثقه وهي الامكانيات في تدريبات جدا مهمه لهم، غير بعيدا عن الاباكوس وبعيدا عن الكتب حنستعرضها هلا اللي هي مستويات لحسب الفئات. اليوم عندكم انتم تدريبات ايضا بتساعد على تشغيل الدماغ بشكل كامل، خلينا نحكي عن هي التدريبات او النشاطات خلينا نقول. تمام، التدريبات اللي موجوده بالحساب الذهني هي عده مهارات، عندنا مهارات عن طريق المعداد، مهارات عن طريق الأصابع وعن طريق الخيال، كلياتهم هيدول بيصبوا لحتى نزيد بثقة الطالب ويزيد تركيز عنده. في مستويات حكيت عنها حضرتك كمان نرجع نطلع عليها بعد شوي، لكن كمان في عنا تدريبات بصرية وفي عنا تدريبات صناعية. تدريبات البصرية هي أنه نحن مثلا نكتب تمارين على اللوحة أو على الورق ويحلها الطالب بالمهارة يلي بلاقيها مناسبة لإله. أما التمارين السماعية مثل ما شفتوا هلق أنه أنا عن طريق السماعي أنه أعطيهم تمرين ويتم حله. حتى اليوم في تدريبات أنه يكتبوا بالإيدتين مع بعض، يكتبوا كلمة بالعكس أو يحركوا إيدتين مع بعض أو صفقة مع بعض. تمام. هدول التمارين خبرينا عنهم، قولي لنا قد اليوم أنهم مهمين لتشغيل يعني جزئي الدماغ. تمام، الحساب الذهني هو أصلا هو تعلم عن طريق اللعب، فلهيك الطفل بيكون كتير حابب الفكرة وبيكون كتير متميز فيها. تمام. نحن عنا الألعاب الموجودة عنا هي بتنمي مهارات وقدرات الطالب. تمام. أيوة، قد ايه مهم اليوم المتابعة بهي القصة، يعني كتير مهم، يعني مثله مثل أي منهاج تاني يمكن واحد طفل بينسى فيما بعد إذا ما في متابعة لإلهم كان من الكوتش أو من الأهل. صحيح صحيح صح، المفترض أنه على طول يضل الطفل متابع. طيب لبين ما أخذنا كمان من ورد مثال واحد نكون حضرنا بس اليوم الميداليات والمعارض. تفضل أستاذ ورد، يلا جاهز منتل؟ يلا أنت ولا أنا؟ أنت. يلا جاهز، تهيئ أعداد افتراضي، ابدأ. واحد 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 ناقص أربعة خمسة، أربعة ناقص تسعة جوابنا. تمرين جديد، يا 2 2 ناقص 4 5 1 ناقص 5. برافو برافو عليك يا ورد. ورد يعني مو بس اليوم مهارة، كمان في مشاركات. إبراهيم رح نرجع لإلك أكيد حتعطينا مثال مثل ورد يعني أكيد. خلينا نروح سوها للمشاركات للأطفال، الميداليات قديش اليوم مهم إشراكهم ضمن المسابقات، دمجهم حتى ولو اليوم ما جابوا كتير خلينا نقول مستوى عالي، ولكن التجربة لحالها كفيلة لتنمي عندهم مهارات تانية. صح، نحن هلق بنادي الصيفي مثل ما أنت بتعرفي. هيدا النادي الصيفي نحن عم نخضع يعني التدريبات عم يخضعوا لها الطلاب بهي الفتره وهي الكورسات، كثير حلو انه نحن بالنهايه يكون في لنا شيء مميز، انه يتوج هيدا التعب بمسابقه مثلا ويتوج هيدا الطالب بتميزه وابداعه. نشكر الرب خلال 4 سنوات متتاليه حصلنا على كثير مراتب عاليه بمسابقات محليه ودوليه. كان عندنا مسابقات محليه من مؤسسه تعلمني مثل بطولة دمشق مثلا، وكان في عنا مشاركة كمان بمسابقة عالمية من سمارت فيجن البريطانية، حصلنا فيها على المرتبة الثانية نشكر الرب. الحمد لله على طول. كنتوا أونلاين؟ ايه تمام. اوكي، على طول عم يكون في عنا مشاركات خلال 4 سنوات متتالية ويكون لنا مراتب بهاي المسابقات يعني بالمستويات العالية الحمد لله نشكر الرب. ونحن عم نفتخر فيكم سوها يعني وبهدول الاطفال. وعم نشوف اليوم هيك شهادات لورد ولسوها بان كان بالكوت التدريب والحضور الكورسات. تدريب سريع للمشاركات اللي خضعنا لها بالمسابقات مثل هديك مثلا، في عنا شهاده عالميه لسمارت فيجن البريطانيه. برافو، ناخذها لو سمحتوا. قد ايه اليوم مهم تعطيكم دعم وحافز هدول الشهادات؟ طبعا. طيب نحن ناخذ من ابراهيم تمرين ونرجع بسؤال عندك سهى لو سمحتي، بس نعطيه المايك. تفضل. جاهز؟ جاهز مس؟ يلا. تهيأ عداد افتراضي، ابدا. 45 54 ناقص 33 ناقص 16 44 جوابنا. 94. برافو. 94.
هاي ما لحقتيها. ما لح ما كنت معك فيها. طيب اليوم سهى خلينا نروح للكوتش وهو القائد لهدول الأطفال كرمال يعطيهم هاي المهارة. اليوم شو أهم المقومات موجود المفروض تكون موجودة عند الكوتش لحتى يقدر ينمي هاي المهارة عند الطالب؟ أول شغلة أنا بحب أقولها أنه يكون محبب للطالب. هي أول نمبر وان، أنه يكون الطالب بحب هاي المادة والأستاذ يلي بيعطي هاي المادة. تمام. كتير مهم أنه نحن ككادر تعليم نطور من مهاراتنا. نحن كل يوم عم ينزل شيء، عم يصير في تطور جديد، لهيك كتير مهم نكون نحن عم نخضع لهاي التدريبات ولهاي التطوير اللي عم يكون لنزيد من مهاراتنا لحتى نحن نرتقي ويرتقوا معنا طلابنا لأعلى مستوى من العلم ومن المعرفة. اليوم في شي تحضيرات سهى؟ في عندكم مسابقات عم تجهزوا لشي؟ تماما، نحن عم نجهز هلق لمسابقة نهاية شهر 8 إذا الله راد، رح يكون بالتاون سنتر. حلو. بدمشق. رح نجي. أهلا وسهلا. رح نجي. أهلا وسهلا، بتشرفوا أكيد. مستفيد أكيد يعني. تسلمي لي حبيبتي. أكيد بتشرفي. نحن عم قلت لك نحن رح تكون المسابقة بالتاون سنتر نهاية شهر 8 إذا الله راد، نحن عم نحضر لها هلق. ونشكر الرب يعني صرنا بمستويات كتير منيحة إن شاء الله هيك يا رب مثلنا مثل السنوات السابقة بيكون لنا مراتب يا رب يا رب. سريعا سهى بالسؤال الأخير، نحن ليفل كم مستوى عنا اليوم بالحساب الذهني؟ تمام، نحن عنا مستويات 2 بالحساب الذهني، هو المستوى التمهيدي بداية ABC هو دول بيضموا فترة الروضات تقريبا. وعنا المستويات الثانية اللي هي من الزيرو للسكس، فيها خوارزميات بنبلش فيها شوي شوي من السهل للصعب، وقلت لك انه عنا الحساب الذهني هو تعلم عن طريق اللعب وهي اهم شيء اليوم. اليوم دمج اي مهاره بحياه الطفل باللعب يمكن بتعلق فيها، بتعلق بالمؤثرات البصريه والسمعيه. تماما، فيها بشكل كثير كبير. شكرا سهى لك وللاطفال لحضوركم اليوم. لقاءات اخرى نحكي فيها عن مكعب روبيك، عن الخوارزميات، عن المونتيسوري. اكيد اليوم في مهارات كثير نضوي عليها، كثير خبيناهم لفقرات فقرات جايه. شكرا لك سهى لحضورك. شكرا لك يا ورد. شكرا لك يا ابراهيم. ناطرينكم بالمسابقه، بدنا نتائج حلوه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله بوجودكم يا رب، كلك ذوق والقادم اجمل ان شاء الله يا رب. ان شاء الله.